عليكم متابعي جهة الأصوات، أنتم معنا هنا من السوق الأسبوعي بمدينة سليمان الذي يتواجد بمدى الحضاري. نربط لكم اتصال في هذه التغطية لنقل أجواء السوق الأسبوعي، الأثمنة التي تعرف بعد ارتفاع وارتفاع الصاروخي هنا في سليمان. معنا أحد الكسابة هنا من مدينة سليمان. خويا مرحبا بك على جهة الأصوات. شي يمكن لك تقولنا على الأثمنة اللي كاينة اليوم في السوق؟ الثمن اخويا كاين غالي، والعرف غالي، الثمن غالي، كلشي غالي. ناخذوا بالغلا ولكن السلوك ما كاينش. الثمن طالع بزاف مقارنه مع السنه الماضيه. طالع بزاف السنه الماضيه. بزاف شويه الصوت. لا دابا كتقولوا انتم الاعلاف غاليه، لكن الحكومه كتقول انك كتعطيكم الدعم في قضيه الاعلاف والتشاعير الى اخره. كيوصل لنا شي بشي عالم فلاح كبار، ما كيوصلش كاع الفلاح الصغير ما كياخذوا الله. الدعم تيجي تيديهم مولين الفروش كبار هو اللي كيدير الدعم. اما الفلاح البسيط ما كيوصلوش هذا الشيء. والو مسكين ما كيدي والو، تيشري من جيبو، اللهم شري من جيبو لك الهوا. واش هذا العام لاحظنا بزاف، واش المواطن البسيط الدرويش واش قادر هذا العام يعيد؟ واش غادي نقول لك، عام عام كل مسكين وصافي فوق الطاقة ديالو. فوق الطاقة ديالو. فوق الطاقة ديالو. فوق الطاقة ديالو بزاف. يعني واخا هاد مؤخرا الشهرين طاحت الشا شويه ربيع وجد، ولكن القضيه شويه صعيبه. ولكن الشهر دابا باش بنادم ما بداش يصير. اما الايام الاخرى كلها صعيبه. واش الكساب متضرر؟ يعني كنشوفوا ارتفاع الاسعار، شكون مسبب فيه؟ واش السبيبيه هاد الشناقه اللي كيكونوا في السوق هما اللي مطلعين الاثمنه ديال العيد؟ واخا ما كانوش هاد الشناقه واهلين باش غادي ياخذوا، حنا راه كنساوموا غانسلموا. دابا كنشوفوا هاد الجوج هادو، حنا تبارك الله عليك يعني انت كساب بسيط عادي. شحال الاثمنه ديال هاد هاد الخرفه اللي عندك دابا هنايا؟ 40000 ريال. بجوج بهم 7000 درهم. رسالة ديالك شنو يمكن لك تقول للمواطنين؟ شنو يمكن لك تقول للحكومة اللي كتقول أنها دائما هي كتدعم الفلاح وكتساهم في المواد العالف إلى آخره؟ كيديو غا الناس كبايبرات الفلاح الصغير، والله ما كيشوف لا كياخذوش مسكين لا حاجة، لا حاجة ما كتوصل. طيب تفضل أسيدي. لا حاجة. أنت كساب؟ نعم أسيدي. ما كيلحقكمش هذاك الشيء الاعلاف اللي كتقول ان الحكومه كتعطي درهم في الشعير في المواد. كنسمعوها. وما كتلخطناش الفلاح الصغير ما عمرو لخطاته والو. كتقول ان في الحكومه ماشي الحكومه، حتى السلطات او السلطات المحليه في الجماعات ديالكم، ان كاين مراكز اللي كتحدد اللي كنقولوا الاعلاف والشعير مختلف انواع الاعلاف اللي كتوجه الكسيبه. الفلاح الصغير حتى حاجه والو، ها هو كل الشعب مسكين الفلاح الصغير. مضرين. بزاف. جال الارض. يعني انتوما ماشي انتوما مساهمين في هذا الارتفاع ديال الاسعار الغلا اللي كاين، ماشي انتوما، انتوما اكبر متضررين من هذه العمليه. بزاف بزاف مسكين. شنو يمكن لكم تقولوا يعني تقول المسؤولين مع هذه المعاناه اللي كتعانيوها انتوما؟ يتبعوا هذا الشيء ويراقبوا حتى الفلاح يقبطوا الفلاح الصغير. اما هاد المضاربات اللي كتوقع دابا في السوق، هادشي الكساد السبيبيه وهاد الشناقه اللي ما عندهم حتى شي دور هما اللي كيغليو، واش كتلاحظوا كاين شي مراقبه من السلطات المحليه ونفس سليمان؟ كاين مراقبه. كاين السلطه واقفه. واقفه الحقيقه هي مخزن واقف. هاد العام شحال تقريبا زاد في الحولي مقارنه مع السنه الماضيه؟ المفروض 100000 فرنك. 1000 درهم. زايد زايد على عنده. يعني الحولي المتوسط العادي بين 3000 درهم 4000 درهم، هذا العادي جدا. شنو انتم كتطلبوا انتم كسابه بساط باش تنميو المجال ديالكم تسمي الاغنام؟ شنو كتطلبوا من الجهات المسؤوله على راسها الحكومه؟ يوصلكم الدعم اللي كتقول ان الحكومه مصدعه راس المواطنين الفلاحه، انها كتوصل الدعم وشي ما كيوصلكمش. نعم شكرا لك خويا. متابعي جهه الاصوات دائما في هذه التغطيه المحيه هنا من سيدي سليمان السوق الاسبوعي، كما تلاحظون ارتفاع اسعار، ارتفاع خيالي الاسعار كما كتلاحظوا. هاد الجوج اللي معنا دابا 7000 درهم 3500 درهم الواحد. مازلنا في هذا النقل الحي هنا من السوق الاسبوعي بمدينه سيدي سليمان. قالك يا يونس عصبر عليا اشهر. نحاول نقل الصورة يعني. السلام عليكم. الله يعاون اخويا، تبارك على الشباب. شحال الخير هذا؟ تبارك الله تبارك الله. 3000 درهم.
ها؟ 3000 هاك لا هاك زرتو ما كاين شباب هاك هادشي ب 3000 درهم اللهم بارك اخويا الله يسر امور العلب غالي العلب كما كتسمعوا متابعينا الكرام يعني كما هذا 3000 درهم يعني واحد الاثمنه شويه صعيبه الكسابه كما كيقولوا انا كارتفاع ديال الاسعار ديال الاعلاف وكاين صعوبات كبيره عنهم هذه السنه والسنه الماضيه مما كيؤدي لارتفاع ديال 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 الاسعار مازلنا في هذه التغطيه هنا لبت العام يعني كاين حتى الاقبال على الشراء كاين ضعيف المواطنين التخوف والارتفاع الاثمنه اللي كيخلي المواطن باقي الى حدود الساعه ما كاينش واحد الاقبال كبير شحال اخويا هذاك الخير 86 المليح تبارك الله خير صار غير يزيد على هذا الشحال ها هو تعرف تكلم اجي يا قلبي قالك هذا هو اللي قال اخ لا لا شحال هذا اخذك الخير لا حيد حيد ما تقدرش ما شديتك ما شديتك انت ما شدك انت هاي سير على هذا الله لا تهضر تهضر في الحياه لا ما شدكش اخويا انا شد الحوت اول حاجه عند الهنا واش اقل من سيري ها وقت في الصوفه وقت في الصوفه وقت في الصوفه ما تقاش دور دور هذا دور باش غارانتي ولا